بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. درسي نومانتا وحوكب اللابانا آيات اللباتن إيا اللحاد سورة الرعد. إلهي وحولي سبحانه وتعالى الله الله أيا يبسط في ذنا يا الرزق قوتك لمن عد في ذنا يا يشاء ألا أودونا يئن أفديه ويقدر الله سجى سبحانه وتعالى كعريرنا يا الرزق عد أودونا إنه كعريريه وفرحوا قال ذي وفرحين بالحياة الدنيا نرشي الدنيا أي كفرحين وما الحياة الدنيا نرشي الدنيا ما أهانن في الآخرة آخرة مركي لو فيريو إلا متاع وح راحه بربرق موية وح كلام أهانن وحن كسوك ذا جرني تفسير كي سورة إهد سورة الرعد قارهان إلهي سبحانه وتعالى مشوه ورمعي توحيد كي سواح كو سابسان هي إنه وكلق عبادة مدين يهي هي وحيابها إلهي سبحانه وتعالى وكلق عبادة كون مدين يهي إيه ضدكو قيبسان كأرنتاس أيكو قيبسامين الدنيا دا هي قيامها أما المركة ضدكو سيو قيبسامين دونان هدانا مركز سا إلهي سبحانه وتعالى مشان وحوغا ورمي وحكو سابسان ضدك قيب كميدانا إن إلهي الدنيا دا أو أغنية يهودان كردقي رزقان أو واسعي قارك كالانا إلهي سبحانه وتعالى أو كردقي كوا فقراء أو عيرا أو محبا هيسان أما الرزقو كو عريري هاي أرنتا سونا أي ساهين وحلوغو كالقرطو ضدك ونوناكسان يا ضدك حوحون قال دي أيا وحي هايين كوا إن بضان وكميدا إلهي سبحانه وتعالى أو رزق farabadan adduunyada ku sii iyo maal farabadan markii looga waramay oo loo sheegay maalinta qiyaamo in muslimiintuna ay ahlu janna noqonayaan gaaladuna ahlu naar noqonayaan ayay waxay dhahayaan hadii ilaahay subxaanahu wa ta'ala anagana naciib yahay aw sana raali naga ahayn maalinta qiyaamana aan noqonayno kuwa hoogaayo halaagsamaayo ahlu naar noqonaya adduunyada ilaahay maxuu anagana maalka faraha badan noo siiyay muslimiintana fuqara uga dhigay aan waxba haysan إلهي مركو وحو الشيخ سبحانه وتعالى الدنيا دا وحا ليس سياه إنيس أهين وحا لغو ميزامي كرو وحا قيامها الهلاي الدنيا دا إلهي واسياه نينو جعليه نينو نعبيها نواسياه الدنيا دا إلهي سبحانه وتعالى وكو عريريه نينو جعليه نينو نعبيها نوكو عريريه وحا الدنيا دا ليس سياه والدنيا وماله قياس ماءها مال انت قيامه وحا ليس سياه الدنيا دا قالا وحو نغو كرام القبين مؤمنا وحو نغو كرام القبين هذا وحي إلهي سبحانه وتعالى قفل بوقا داري مسلمين تنا مال قبيننا إليهين قالدونا مال قبيننا إليهين مسلمين تو فقر إليهين قالدونا فقر إليهين أرنت أسمرك أرنت وحلو قياسا ماها وحانا بلغي يا حق مالك الدنيا ده مسلمين تا يقالد إن قالدو كوب بدنيهين نبي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومخلوق إيه إنت إلهي أبو رفضل قبضنا مرك قار قاتشو ولسي حوي تيري مرك قار قاتشو درتيت أيو عروشة لك حان كفر حريت شري النبي عليه الصلاة والسلام مرر كقار وحا دعي النبي عليه الصلاة والسلام كريه سا آن بيل إيو واح لنبدا آن دب لغا الشيدين مرر كي نبي أو لمن أينا عليه الصلاة والسلام دينا الغلها ووليبا وحو سود دين سدي راشين كي قوت ضروري قاها أيا نبي عليه الصلاة والسلام سود دين سدي أيو دو دين كي راشين كي قوت ضروري قاو سود دين سدي لغولي هاي ألابتي سيقار كم دانا أي رهن و هستان دادكي دينك كلها النبي عليه الصلاة والسلام أيها النبي والروح بحي الدنيا مركة هذي وحقشون نبي محمد الله قلنا ولا إله عليه الصلاة والسلام ودارك نسالها لكن الدنيا حماها آخر وهي وحا قفكي كقضاه أو هي قف مصيبة كل عضي إلهي مركو حول الله إلهي يبسط وأوفذنا الرزق رزق يقودك لمن عدا يوفذنا يشاء ولا أودونا عدو دونا إلهي سبحانه وتعالى رزق وأواسعنا ما القبين وكرديا ويقدروا ألا وعريريا دنك كلا رزقا عدو دونو كعريريا هو فقير وكرديا بقر لك كهية أرنت مركك سابسا قال هذا إن بدنو كميدا إن إلهي سبحانه وتعالى أغنية وكرديا أرنت كتوسا معها إن إلهي قال هذا حال لكيه وفرحوا قال هذا ويفرحان بالحياة الدنيا نرشي الدنيا يكون فرحان مركز واحد لأن ما دام إلهي الدنيا ده أو أغنية هذا نقرديا تسوح دليل أتها ما أنت قياما إن إلهي سبحانه وتعالى دار أو نصيناي وما الحياة الدنيا إلهي نلاش الدنيا ما أهانن في
في الآخرة آخرة مرك لا فيريو إلا متاع راحة يبربرق يوح وقت يركد بسولة يموي. ويقول الذين كوح إليه كفروا قالوا بي لولا أنزل هلا أنزل محل وسود الجواي عليه النبي قد شيسة آية معجزة ومن ربه ربي حق سكاهاتي قلوا حتى النبي محمد إن الله إلهي أيا يضل لمن أيا من يشاء عدو دونه ويهدي هنوننا يا إلهي حقيسة من أناب عدي أصول الله بطي مشركين تي قريشات وحيابه يكون دعوت جرين والنبي عليه الصلاة والسلام كما عرضت جرين وحاكمدها نبي محمد هدو نبي إلهي هي ويحي معجزوينها وأنبياء دي أساق كوريي لغو سودتي وحلم إذا محا نبي لغو سودتي وي عليه الصلاة والسلام حشي نبي صالح لغو تاغيري أوكالي محا نبي عليه الصلاة والسلام لغو تاغيري وي وشي نبي موسى عليه الصلاة والسلام او كلا نبي محا لغو تاغيري وي عليه الصلاة والسلام وحيابه آن عدساني او يكمد هيد بورتا صفا اي بورها اللمدكا انو دهب نوغرده محو ييلي واي بورها واوين او مقادة مكا كو حيران محو وفجي واي او نوغرهري واي مقادة مكا هريري هيدانا محو واديال او بجي واي ايتو قلقلاي هادو ربو ان آن رومينو نبي نباديسا ما وحيابهاس انو آن عدسانو نبي لغو تاغيرو عليه الصلاة والسلام انبيا دي هوري مرر كقار والي حجي جيلي wixii lagu xujeeyo oo qoomkoodu ay ku xujeeyaan ayaana ilaahay u sameey jiray subhanahu wa ta'ala anaga maxamed haduu nabi yahay waxaan ku xujeeyayno ma noo sameeyo ilaahay arintaas waxa ka jawaabo ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala waxyaabahaas ay dalbanayaan hadii la keeno hanuun kuma yimaado waxaas hanuunka ilaahay ayaa gacantisa ku heysta cid uu doono ilaahay hanuun shaaci uu doonana ilaahay waa baadiya subhanahu wa ta'ala dadka saatan oo waramaana dadan ilaahay subhanahu wa ta'ala hanuun la doonin ayay u ogihiin marka nabi maxamed waxbaha ka walwalin waxa ay ku sheegayaan anbiyaada ilaahay mucjisooyinkii la siiyay mucjisadii ugu weyneed adaa lagu siiyay maxay yeelay waa quraanka kariimka mucjisada mucjisooyinka ugu waaweyn ilaahay markuu xiri subhana wa ta'ala way qulu alladina ku xiliyeen kafaru gaalobe oo rar makaha lawla unzila ay hala unzila maxaa lagu soo dajiwaya calayhi nabiga dushiisa ayatun ayad iyo mucjiso oo min rabbihi rabbigiis xaqiisana looga soo dajiye qul waxa tiraahda in allaha ilaahay ayaa yudillu lumina yaman yashaa cidow doono inuu lumiyo عد إلهي أو دونه إنه لميه أو سهنونين إلهي لمنا سبحانه وتعالى ويهدي أسجى هنونين يا إلهي حقي سأكو هنونين يا حقي سيتوحيد كيسة من أنا بعد أصول لابته الذين كوي أيوه هنونين ألا آمنوا رمي حقا أو تطمئن أي حسلي سقلوبهم قلوب تود بذكر الله إلهي ذكر كيس ألا برارو يدلو بذكر الله إلهي ذكر كيسة يحس كيسة أيا تطمئن القلوب وقلوب تكو حسشا إلهي وحو الشيخ سبحانه وتعالى حقيسة يتوحيد كيسة يحقة إن إلهي وكوهنوني يعدي أساق أصول الله بطا ومؤمنين تكمدا تدكاس مركة الله أصول الله بنا وإلهي وهنوننا أيا الله سيدة المامو الذين وكويا إلهي آمنوا رميي وحي للربئين للرميي كواس إلهي أتوسنا وتطمئنوا أين حسليس قلوبهم قلوبتوذوا بذكر الله ذكر الله يكو حسليس وقرام كوكي قلبي يدوذو هذا إلهي حسان waay degay ho wax xile quraanka ilaahay akhriskiisa qalbiyadoodu way jecel yihiin hadii cid akhri ay maqlaana way dhageysanayaan waana u dhagraarinayaan qulubtooduna waa ku xasilay cid akhrine quraanka dhigriga kale oo ah subhanallahu walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah iyo adkaarta tirada badana way qulqulayaan carabkoodu mar walba waxa ka qoyan ilaahay dhigrigiisa dhigriga ilaahayna way weheshadaan way isku daaweeyaan haday walwal dareemaan quluubtay ku degsadaan kuwaas ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo hanuunina markaas ilaahay wuxuu yiri ala baraaruge bidikrillaahi ilaahay dhikrigiisa ayaa tatma'innu alquluub quluubtu ku degtay ku xasisha ilaahay dhikrigiisa quluubta lagu xasiliya dhikriga ilaahayna waxa kamida quraanka kamida inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu alhaafiduuna ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankii quluubtu ku xasilaydaana gaaladu ay quursanayaan oo inkiraayaan الذين كوي آمنوا رميي وحي للربعين للرميي أو عملوا سمي الصالحات عماشا ونواناكسن طوبا لهم وحا أصغناتي حالد ونواناكسن يجنة إلهي إيا وحسن مآب نقض ونواناكسن أيا كواس أصغناتي تتك ونواناكسن والإيمان والعمل الصالح ليمت إيمان صحيح أي عمل صالح ليمت إلهي وحي وحا أصغناتي ما أنت قيامه حالد ونواناكسن مركز إلهي وحي وحي الذين آمنوا كوي رميي وحي للربعين للرميي أو عملوا سمي الصالحات عماشا ونواناكسن طوبى لهم وحا أسونا دي حالة ونواناكسن وطيبة قيامها وحا ونواناكسن مغلايان وحا ونواناكسن أركايان وحا ونواناكسن عبايان
wax wanaagsan ay cunayaan, ayaga dhamma waxay noqonayaan wanaagay noqonayaan, meel wanaagsanay degayaan, xaasas wanaagsanay helayaan, raaxo wanaagsanay raaxaysanayaan. Tuubaa lahum, saas waa la yidhi. Waxaa kaloo la yidhi tuubaa lahum, geed jannada ku yaalla ayaa u sugnaaday oo aada u qaali ah. Wa xusnu ma'aabin, iyo noqod wanaagsan ayaa u sugnaaday meel in loo noqdo aada ugu habboon oo janno ilaahay ah oo daaro waaweyn ah ayaa u sugnaaday dadkaas wanaagsan. Kadaalika ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala sidaadaas nabi maxamedow ambiyadii hore aan dad ugu dirnay ayaan arsalnaaka adiga kuu dirnay fii ummatina ilaa ummatin ummad kuugu dirnay xaggood ummaddaasoo qad khalad ay tagtay min qabliha iyada horteed umamun ummada ay tageen maxaan ummaddan kugu soo dirnay litatluwa si aad u akhrido calayhim dushooda alladii kii uu akhrido oo waxaynaa aan waxyoonay ilayka adiga xaggaada walxaal hum kuwaan aan kuu soo dirnana yakfuruuna ay ku gaaloobayaan biraxmaani allii raxmaanka ahaa qul waxaa tiraa nabi maxamedu huwa raxmaanka aad ku gaalowdeen rabbi aniga waa rabbigay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaahuna ma jiro ilaa huwa asagaas mooye calayhi asagaas dushiisa iyo raxmaanka dushiisa ayaan tawakkaltu tala saartaa aniga nabi maxamed wa ilayhi allahaas xaggiisaana mataabii noqodkaygu uu ahaaday oon u laabanaa nabiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay subxaanahu watacaala u sheegay inuu nabi ilaahay yahay gaaladaanu ama ha ku beeniyeen ama ha ku rumeeyeen ha ku xujeeyeen oo xujooyin aan saxayn ha kugu xujeeyeen ama yaysa kugu xujeynin annagaa waxaan kuu xaqiijinaynaa inaad rasuulkeennii tahay rasuulla soo diran uma horreydid oo ambiyadii adiga ka horreeyaba dadaa loo diray waxaa laala wixii ummado ummaddan ka horreeyey mid walba oo ka mid a rasuul ama dhowr rasuula loo diraayay sida marka rusushaas aan u soo dirnaan adigana kuu soo dirnay waxaana kuu soo dirnay oo xikmaddu ahayd aan kuu soo dirnay inaad dadka ku akhrido wixii lagu waxyooday annagoo weliba og dadkaanu inay gaalan yihiinoo allah raxmaanka ay ku gaaloobayaan laakiin adigu towxiidka u cadday wixii dhiba oo xaggooda kaaga imaa lahaana ilaahay ka tala saaro subxaanahu watacaala kadaalika ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala sidaadaas oo kale nebi maxamedow dadkii adiga kaa horreeyey iyo ummadihii ummaddan ka horreeyday aan rasuul ugu dirnay ayaan arsalnaanka adigana kuu dirnay fii ummatin ay ilaa ummatin ummad kuu dirnay oo ummaddan nebi maxamede ummaddaasoo qad khalad ay tagtay min qabliha iyaga hortood umamun ummada ay tageen ummadahaasna ummad walbo ka midana rasuulaan u dirnay maxaan kuugu soo dirnay ummaddan litatluwa si aad u akhrido calayhim dushooda alladii kii oo waxaynaa aan waxyoonay ilayk adiga xaggaada aan u waxyoonay oo qur-aanka ah adiga maaha waxa waajiba ku saaranu dadkaanu inay xaqa rumeeyaan waajibka ku saarani waa in qur-aankii lagu waxyooday aad dadkan ku dul akhrido una sharaxdo diintana si cad oo waadixa aad u gaarsiido walxaal hum iyaguna yakfuruuna ay ku gaaloobayaan biraxmaani allaha raxmaanka allah subxaanahu watacaala way ku gaaloobayeenoo rasuulkii uu soo diray way beeniyeen qur-aankii uu soo dejiyeyna waa dafireen ilaahay keligii inay caabudaanna way diideen waxaa kaloo la yidhi magaca raxmaanka oo ilaahay uu lahaa subxaanahu watacaala ayayba inkirsanaayeen oo waxay dhihi jireen raxmaan annagu waxaan u naqaanaa raxmaanul yamaama musaylimay ka wadaan musaylamat alkadaab ninkaasa annagu raxmaan u naqaanaa laakiin raxmaan ma naqaano saa darteed nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo kufaaru quraysh markii ay heshiiska kala saxiixinayeen xudaybiya heshiiska bilowgiisa waxaa nabigu qoray calayhi salaatu wasalaam oo cali ibn abi taalib uu qor yidhi bismillaahi raxmaani raxiim annagu raxmaan ma naqaanayna ee bismaka allaahuma qor raxmaan waa inkirsanaayeen marka ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walxaal hum iyaguna yakfuruuna ay ku gaaloobayaan biraxmaani allah raxmaanka ama magaca raxmaanka oo ilaahay uu leeyahay ayba diidan yihiin qul waxaa tiraahdaa nabi maxamedow huwa raxmaanku rabbi aniga rabbigay weeye laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaahuna ma jiro ilaa huwa asagaas mooye asagaasaa keligii cibaado mudan calayhi asaga dushiisa ayaana tawakkaltu aniga nabi maxamedow tala saartay wa ilayhi allahaas xaggiisaana mataabii noqodkaygu uu ahaaday oon u noqonaa oon u tooba keenaa oon caabudahayaa maalinta qiyaamana asaga ayaa noqodku ahaadoo cid walbana loo celinaa aniguna aan u laabanaa darsigeenuna maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaanahu watacaala aclaa waaclam wabillaahi atawfiiq.